هذه الرحلة للرياض بعد الزواج أو قبل؟ نعم. الرحلة هذه رحلتكم إلى الرياض كانت بعد الزواج؟ إيش علاقة الزواج بالدراسة؟ لأن حفظكم الله الكثير من الناس يرى أن الزواج يكون عائق لطلب العلم. أبد، ما هو عائق لطلب العلم. الزواج ما هو عائق لطلب العلم، بل ربما يساعد على طلب العلم، حيث أن الإنسان يطمئن ويرتبط بأهله ويعني ويتفرغ من الأسفار ومن قواطع طلب العلم. نعم.